أثمنة المعيزة الإخوان، سبت السبت الموس بتاريخ 13/4/2024. عندكم أثمنة ديال جدي جدية المعزة الوالدة الله يسخر لها. هذه جدية تبارك الله. شحال في هاد الريق؟ شحال جديات الريس؟ شحال طوف جديات؟ جديات؟ جديات كاملين؟ شحال 17؟ 850 درهم 17 راه. شحال كنتي الأول بيع؟ ومازال ما قلنا والو. 850 درهم. شنو جبتي سير؟ تبارك الله خير موجود الحمد لله. 36 لا تبعوه. شحال الريس هذا؟ 36 36 تبارك الله 1800 درهم 36 36 تبارك الله. شحال الريس عطاه هنا سمايط؟ 27 و 200 27 و 200 1360 درهم 1360 درهم تبارك الله. هذا خويا شحال؟ 1600 1600 32 الله يجيبتي سير الله يديم اخر القصص تبارك الله. شحال هاد الجديان الرئيس؟ 21 تبارك الله 21 1050 درهم 21 درهم الله يجيبتي سير امين الله يسخر. شحال كثير من الوردة؟ شحال تتبون انا؟ 23 23 قطعهم 1550 درهم 23 1150 درهم باش قطع ما جبتي سير. شحال عطاو في هذا الرئيس؟ شحال عطاو؟ عطاو 25 25 1250 درهم 1250 صح. انا جاي انا نصور غادي نجي انا جاي شحال عطاو في هاد الميزة صاحبي؟ 31 و500 31 و 500 31 و 500 المعزة صغيرة ولا كبيرة؟ السن ايوا كاينة سنان الحليب كاين الثنية كاين الجموع كاملة ولا؟ كلها والدة 31 و 500 تبارك الله 31500 الميزة تبارك الله كاملين والدة الله يجيب تيسير الله يرحم الوالدين. شحال عطاو في هذه في الأخرى ولا جملة الميت؟ جملة عاطية 31500 تبارك الله القطعة ديال الميز بخلطة 31500 الله يسخر لكم. مازال يا ولا معنى ما تعاود إلا جاب الله شي حاجة فيها إيوا كلشي على الله الله يسخر الله الله يسخر نعم تبعت ب 31500 الله يسخر الله. السلام عليكم. شحال طاف هاد الزينة حق؟ 28 28 1400 درهم 1400 سبحان الله الإخوان بالنسبة للعنزي هو ما تيتفرقش على خوه كما تشوفوا دراس حدا دراس وخا يمشي تيرجع ماشي بحال الحلو. شحال عطاوك هنا الفلاح الصغير؟ شحال عطاوك؟ ما نعرف لا يسخن. شحال اخوان هنا؟ 29 و200 اخوان الولد راه عنده الصح ما يكذبش قال لك 9 ولكن ما نعرف 29 و200 الله يسخر تبارك الله عليكم 29000 و200 1460 درهم مرحبا تبارك الله عليك راعي الغنم راعي الغنم خاطر خاطر عبد الله خاطر عبد الله مريح شاد الظل وحنا كنضربو شمشو هذا باب خاطر هذا اللي قال مريح شاد لي الظل جاي يشري البيع بالسماعيه اي والله يسهل الله تقول عبد الله ديال السماعيه صافي صافي بعتيها مشات مازال ما نجحت مازال يلاه يسلم منين المرقد هذه منين؟ مرقد السماعلة السماعلة تبارك الله الله يسخر دفعنا اش عطاكم السوق اش عطاكم السوق؟ 17 18 850 درهم واش قلتوا له انتوما؟
الله يسهل الامور. الف درهم باش قاطعين. الله يسخر لكم، الله يعاونكم. الله يسهل لكم. تحياتي السماعلة. تبارك الله عليك. واش السيدي هو اللي شحال اخويا؟ 29 تبارك. 1450 درهم 29000 شحال قلت لهم البيع؟ شحال تقول لهم؟ نقول لهم 30000 1500 شحال؟ بيعوا الله يسلمك. فاضي السوق هذا شحال الرئيس؟ واه فضحتوا السوق بهذا حاويلي يا ويا انا ري انا كل تاكل اللي قسم ليه الله والله جبت تيسير فضحت السوق قول لي ياك فضحت السوق ايوا راه كطلع والله في سميتو على ظهر الناس ياه الله ودي فلوس ايوا راه ظهر واش كتبعوا دابا زعما الله يجيب التيسير يا ربي الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يحفظك الله يخطيك 20000 درهم تبارك شحال الرئيس عطاو هناك؟ 28 تبارك 1400 درهم 1400 عطاو تبارك شحال عطاو هنايا؟ شحال باش فيهم؟ ما عرفتش شحال الرئيس؟ سامي مشتا؟ ألف وستمية وخمسة وعشرين هادي راه تبعتها يا حي اخويا الله يسخركم الله يخطيكم عواش مبروكة الله يحفظك اخويا ب 33 فاش هادي مرحبا سير 49 21 69 الله يسخر لكم ودير مع الناس شويه انا وبعت ها صافي اي بعتي والناس تعيط لك والله حق الله يسخر شدي 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 ديالي ها هاني الدام هاني الدام واش جديان هما؟ شنو جديان؟ 34 الله يسخر لكم. يا عيان. اخوان عطاو نميرات التليفون بيعوا شريوا الله يسخر لهم. شحال عطينا هنا الرئيس؟ 28 28 غير هاك الموس نيت غير هنا. اه هاك الموس 28 1400 شحال قلتي لهم البيع؟ يجيب الله قطعة 1500 درهم الله يجيب تيسير الله يسهل الامور وهادو شحال هادو؟ 28000 ونص 28500 ومنين البلاصة منين؟ اسمعلا لا فين ها؟ العرب العرب منين البلاصة العرب؟ من كاف نسور كاف نسور تبارك الله يسخر الله يعاونك تبارك الله الخير موجود الحمد لله المهم اخواننا تفرشينا ما تنساش تفاعل معنا في القناه وتحياتي للجميع سوق السبت اكلموس بتاريخ 13/4/2024 شحال عطينا هنا الرئيس شحال؟ 45 هو هذا غادي يبان العشيه شوف فيه في الفيسبوك 46 ها بجوج بيكو غاتبانو سير 46 سمين الله ما دار الله يجيب تيسير الله يعاونكم الله يسخر صراحة الإخوان بخير موجود رمضان ما كانش هاد القطاع شحال خالوي؟ 25500 تبارك الله 25500 2200
25 كي داير السوق شويه في العنزي تيتباع ولا هو شويه اليوم ناقص كثير لا السوق عمر تبارك الله الخير موجود تبارك عمر السوق اليوم والله جبتي سير الله يسهل الامور الله يسخر